الله سيرتي الخلد اخي سيمو في الوجهه اخي سيمو دابا الوجهه سيدي حنا قربنا المراره في الوجهه اخي سيمو دابا الوجهه سيدي حنا قربنا المراره ما بقى لنا والو على المراره الدراري البارطاج ما تنساوش البارطاج ما تبخلوش علينا بالبارطاج واللي ما دخلش عندي الصفحه ديال فيسبوك راه جيب لي تاوناتي ولدا القناه في اليوتيوب محمد الزغاري نفس السمي اللي عندي في فيسبوك ما تنساوش المتابعه والبارطاج الدراري واخا دابا تنقول هاد الهضره هادي راه اللي غيبارطاجي غيبارطاجي راه صح واخا يعني داكشي اللي تنقول ما تيداش ولكن معليش تحيه الاخوان اوكم لما الفيديو حتى الاخر بان طلعوا مع هضريجه في الجبل الجبل لقينا في وسط الجرده يونس وصلت القمه صافي وسطنا الاخوان يا خاينوس هذا الجبل عام وسطنا وصلنا القمه ديالو الله الجبل في وسط الجرده دخلنا لهاد اللعيبه كاينه في الجريده زوينه زوينه شنو شطوا يلا وينو اخويا عايش عايش مسكين عايش الفقير ما لعبناش في الصور الله في الصور ديالنا ما لعبناش اوبلا والله العظيم يا نعيش الطفوله بالله اشوف الطفوله الطفوله ما كاينش ما يتخطاش بيدو ما يتخطاش بيدو كيف تجي على راسه خسيم والله ما جرى هذا الشيء صعيب هذا الشيء صعيب ما لعبنا شي في صغرنا الله يود هذا الشيء راه بيضيع قبل ما يركب اجي نضحك واه لكن هذا هذا ثقيل هذا صبر هذا اش هذا قراقير هنايا الناس اللي ما عرفوش قراقير هما جزران دراري حنا وصلنا دابا لباب المناره راه هي فين كاين هذاك الطوموبيل ديال البوليس هذا ديال باب المناره وين هذا الباب ديال هنا ديال المناره احنا وصلنا الدراري للمناره شوفوا تبارك الله الطبيعه كي داير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شي فكره على المناره المناره عندها واحد الوقت معين وتسد وهنا في هذا الزيتون هذا اللي تشوفوا كامل عامل بالناس يعني كلشي كيجي كيفرش هنا العائلات هنايا الداخل كلها هي عائلات مفرشين جالسين واكلين شاربين ما خاصهم حتى شي خير واخيرا دخلنا للمناره ها هي ها انتم خوذي ها هي المناره ها الله ينوس يلا كي جا داخل الاجواء هنايا من برا والله الا صراحه والله الا منظر هائل بالله شوف شوف ها المناره الاخوان اللي بغا يشوف المناره الناس اللي ما عرفش المناره في برا كاش هي هادي غادي خاصني دابا سيدي بنمشي عند مول الخبز بنجيب الخبز بنلوحو هنا بيخرج لنا الحوت بياكل داك الخبز عيشوا معنا اللحظه بلحظه بتشوف الحوت خرج ولكن الا لقينا مول الخبز الا لقيناه كملوا الفيديو الدراري حتى الاخر ما تقولوا والو ما تنساوش داك اللايكات والكومونتيرات زوينين وتحيه لكم خاصي مو تلاحوا تلاح فراسخ المطر راه هو مطر المناره هذا هو مطر المناره راه المطر والمناره والله الا بغيت نعوم ولكن شوف ما نعرفش نعوم يلا طلع لنا الحوت بغينا الحوت سبحان الله العظيم شوف 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 جيب واحد الميكا صاحبي جيب واحد قبضه 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 جيب واحد قرب قرب ماشي بلا غادي شي واحد ايبن 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 عاود يونس انا اه كيفاش ياكل صاحبي تي قداشني شوف 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 سبحان الله شوف شوف الله الله بغيت الخير كيف الحل ها شوف يلا طلع خبز جبتي واحد اخرى جبت واحد اخرى ها هي باش نقادو عاوتاني باش نطلعو هذا كاين على الحوت هاك هاك وليدي هاك طلع هاك هاك
كيشافوا على شي اصحاب. قبضة قبضة تهلا في الحوت تهلا تهلا وي هاي 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 شو بدي فيش حد معنا بارك الله بارك الله تبارك الله سيمو منين كنت كذوك كل الحوت باش حسيتي والصراحة أحاسيس واعرة والله العظيم هذا ماي خاصني بجا كل نهار نجي نعلم الفمون فيها ولكن بقى اللي بقى فيا ماشي الخبز بقى فيا صافي كنقطع واحد ها وحده فيها طاجين وغدا غدا وعشي صراحة الماكلة هذا زعما ولا ولا ما الميكو صالح ما صالحش هو الجوع الجوع هو اللي ما صالحش يكفو يلا دراري خارجين بحالنا بغينا ندخلوا ديك القبة ولكن اخويا عليها الزحام راكم عارفين عارفين وعينا عينا غنخرجوا بحالنا سيمو واش عييت ولا الله يعينك وانت يلا الخلفة ديال الطريق كيف عييت موالف الموطور ما على ماش في الفيديوهات هاد الصباط ما كنلبسوش هادي ثاني مرة لبستو وضرني في رجلي هكاك هذا هو السبب هذا هو السبب عيد صافي المهم الدراري بارطاجو واخا ما بارطاجوش المهم تفرجوا الفيديو تاع الاخر وتحياتي ليكم.